شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. أسفي على روحي على جروحي على جمر بيك والصدر جيب لي صبر لما الضنا ماله قليل جيب لي صبر لما الضمير يصبح غريب تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر آه ضيع العمر مريت ومشيت بأماكن بعرفها حسيت غربي لا ما في وصف نفس العيون تسوينا نظرات الدفا نفس العيون تسوينا نظرات الدفا وين الوفا شو يلي صاير بالخفا جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا عز وفقر ولازل مجبول بغنى ظلم وقهر بس هالظهر ما بينحنى جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر يبعت لي حم عليك يا زينة كل هاد صار بغيابي وأنا ما بعرف سلامة قلبك يا عمري طولي بالك أمي السوس الحمد لله عادت على خير أنتي بالذات خرسي دقيت لك مليون مرة ليش خبيتي علي؟ إيش بس أنا الخبيت ليك والأفندي ما قال لك كمان لا الأفندي شي تاني أبصر شو مشغول هالأيام ما له فاضيلنا لا بس وكلي الله أختي يعني مرقت على خير الحج الله يخلينا إياه وقف معنا وقفة هيك إيه والله كتر خيره على فكرة دفع كل شيء اي بلكي بكرة بتصل بتشكره امتى بدون يطالعوها؟ بكرة الصبح طيب معناته خد اخواتك وعلى البيت انا رح ابقى عندها يلا خبرني المرضى سلامتك يا حبيبي أنا والله ما في حدا ورانا ما بعرف انا حاسس انه السياره هي اللي مرقت فيها حدا خالو بجوز انت عم تتخيل
اطلع اطلع. اهلين عدنان، كيفك اليوم؟ انا منيح على السريع. حاكيني انا عم سوق لاني يا اخي سوق على مهلك، ما في شيء مهم عن المرأة ابدا. المرأة اسمها سوق عبد الحميد، اتجوزت عبد القادر الغلاف سنة 99. غيره؟ جايك بالحكي، عبد القادر الغلاف يكون جوزها الثاني لسوق عبد الحميد، ترملت هي وصبية. ايه كان جوزها اكبر منها بكثير، يعني مات من شي 20 سنة. دايلة شفت شو اسمه دايلة. خالد حميدو. عم تحكي مع أختك؟ على الخفيف. ريهام شو في بينك وبينها؟ شو بده يكون في يعني؟ ليش هيك عم تحكي معي وليه؟ آسفة، ما بقصد ضايق. كيفها؟ طمني، أحسن منا كلياتنا. ماما، أنت بتعرفي شي لهذا الشاب اللي قال أبوكي إنه شافه معها؟ مو كتير. شو اسمه؟ أمي، الله يوفقك لا تدخليني بقصص بنتك، ما بدي أعلق بلسانها، أنا لا لي قدك ولا لي قدها. لك تضربي أنت وياها على هالدرباية إيه؟ اهلا وسهلا. مين؟ ما مهم مين، المهم تسمع الكلمتين اللي بدي لك اياهم. بتقول مين انت ولا رح سكر الخط؟ اهدي واسمعيني منيح، الموضوع بيتعلق بالشخص اللي شفتيه امبارح، يلي قال لك انه اسمه كمال مسلم. شوفي مين انت؟ ما مهم، انا حابب فهمك كلمه واحده يا مدام. الرجال اللي عم يتصل فيكي كل غايته انه يورطك ويورط جوزك. ممكن أعرف مين حضرتك وكيف عرفت كل هالمعلومات؟ طبعاً ما ممكن، أنا كل اللي بيهمني إنك تبعدي عنه. أنا ما بعرفك ولا بعرف عن شو بتحكي، مش هيك بدي أعتذر منك ودي سكر الخط. وأنا بهالحالة مضطر خبر السيد عبد القادر إنه حرمه المصون عم تحكي وعم تلتقي مع شخص غريب، بتحبي خبره؟ أنت شو بدك مني؟ بدي منك تبعدي عن هذا النمس وتحمي حالك. أنا ما بعرف شيء وقلت له هذا الحكي، خلص بقى حلوا عني اتركوني بحالي. أنا بدي مصلحتك. شو شايفني بنت صغيرة؟ عم تتصل تهددني مشان مصلحتي؟ أنا يلي إلي مصلحة إنه هذا الرجال اللي عم يتواصل معك والناس يلي باعتينه ما يقدروا يحققوا مطالبهم. عم تفهمي؟ مرحبا يا حلوي. اهلا اهلا، كيفكم؟ تمام، على السلامه. الله يسلمك، شلونك؟ تمام، طمنا عنك، كيف صرت؟ يعني ماشي الحال، احسن من قبل شوي، شويه صغيره. طب مو كان مفروض انك ما تطلع من البيت؟ يعني مبين وشك تعبان كثير. معك حق، بس يعني كان لازم اجي على ليلى حتى اتشكرك. على شو؟ على ذوقك بصراحة. كمان يعني هي أول مرة بحس إني لازم أعتذر من حدا. المرة الماضية كنت كتير قاسي معك حنان، أنا بعتذر منك. هيك ها؟ الصلحة صار بدها حلوانة هيك؟ شو رأيكم بقهوة؟ أنا بدي زهورات، لساتني مقرب. إي مو تكرم عينك؟ قهوة؟ قهوة، يلا. ريهام أنتي أختي وبتعرفيني منيح، أنا في بالعادة كذب عليكي؟ يا رحبتي خلص ما بدنا نحكي كثير بالسيرة، أنت من وقت قصة أحمد وأنت حدا تاني، عم تحسسيني كأنك أخته لإله مو إلي. قولي لي إذا أنا غلطانة قولي لي. لا تقللي عقلك ريهام، صحيح إنك ما بتفهمي، بعدين تعي لهون على سيرة أحمد، أنت رجعتي فكرتي بالموضوع ولا لا؟ لكن رجعت فكرت، ولقيت حالي بصراحة إني كثير كنت غلطانة. هيك ها؟ ولك يقبرني ربك ما أحلاكي، أنت أحلى أخت بالعالم. لا حبيبتي مو هيك قصدي، لقيت حالي اني غلطانة من يوم ما تعلقت بشي مو معروف شو نهايته، بس هلأ خلص. يا ستي ان كان احمد علمني شي فهو اني كيف فكر صح واعرف ادرس خياراتي كتير منيح المرة الجاية وما اتورط بقصص مالي فيها. شو يعني؟ يعني مو معقول ضل معلقة حياتي،
بالشي بديته بدون تفكير. لاقيكي سكتتي. بصراحة ريهام، انت بتعرفي ابوكي كيف عرف وين كنت؟ عرفه من الزلمة اللي كان بعته ليراقب بابا. يا رب شو هالحكي هاد؟ وليش لحتى ابي يراقب ابوكي؟ وحياتك عندي بابا ما حكى شيء، بس انا فهمت هالحكي من تلميح احمد. شي حلو والله، كمان احمد افندي عم بيفسر ويحلي انه انتو ما عاد عندكم شي بالعالم تعملوه غير تجيبوا سيره ابي. خلص صارتوا طلعوا كل مصايب الدنيا فيه. خلص يا رب لا تحكي شي، سكري على السيره. فصل اروق شوي، بركي جوزة جنبه كمان عم تفصلني. لك هي ضل بتمني احكي معها بهالوقت. غريب ما بترد. هي قالت لي انه اليوم بنكمل حديثنا. لك يا كمان روق هدي شوي، ما المكتوب مبين من عنوانه. شو المعلومات اللي بدك تاخذها منها؟ ما هي ما بتعرف شيء عن القصه، بدها تخترع من عقلها يعني. ما بعرف، بدي شيء يطلعني من هالحاله. كمان فصلت. لك بني ادم، ما انا موصيك ومفهمك توقف نح بيت المخلوقه. لك شو جابك لعندي يا معلم؟ بلا معلميه عليك، يعني وقفتي بهديك القرنه مو ظابطه بنوب. كلها بيوت مسؤولين، يعني اذا واحد فيهم شك فيني غير ربك ما بيعرف وإني. وانا شو استفدت من هذا الحكي كله؟ لا عرفت تجيب لي معلومه عن كمال، ولا عرفت تلطي قدام بيت الحرمين. يا ضيعيني، انا سيفك اللي انت بتحارب فيه. جربني معلم، سحبني وجربني. سيف متلم ومطعوج ومصدي، شو بدي اعمل فيه؟ هات لشوف شو عملت اللي خبرني معلم. انا مستعد ارمي حالي تحت دالوب شاحنه كرمالك، وانت بتعرف هالشي. بلا لك كرمال سواد عيوني عم تخدمني، فضلت على راس ابو اللي خلفني. ما بسيك روح شوف لي كمال شو عم يساوي، شو عم يشتغل، مع مين عم يحكي، وتابعني موضوع الست سوها. لك يا خلص ما خلصني. عمرك ما حلو، الله لا يحرم دمك. فانج لا تعالج. هاني سهر كيفك؟ شو اخبارك؟ شلون صغيره؟ طلعتوها؟ ايه الحمد لله على سلامتها. وينك قريبه؟ انا بالمكتب مري ناطرك. يلا اهلين. كمان صار لازم ترتيب جديد. كيفك يا استاذ احمد؟ اهلين استاذ عدنان، والله محضر لمرافعه بكره. يا ريت تترك الشغل بين ايديك وتاجل الشغل لبكره. استاذ عم حاول خلص شغل بكره لانه بعد الظهر ما راح اقدر اجي. لا تجي بكره بعد الظهر، ورافعت بكره كمان بلا، وانا بلاقي طريقه لاجل القضيه. استاذ انا بعرف اني قصرت بشغلي الفتره الماضيه، بس من هي اللحظه فيك تعتبرني مجند عندك، يعني متفرغ تماما للمكتب، وكل التقصير اللي صار رح نستدركه. وعد. لا لا ابدا، انت بحياتك ما قصرت، حتى اخطائك ما بتوقف عندها، بس انا بدي اياك اليوم ترتاح. اوكي على راحتك استاذ. يعني حضرتك بتحب تكلفني بشيء ثاني؟ لا لا ابدا ما في اي شيء، واذا في شيء ثاني بكره بنحكي فيه. حاضر اتفقنا. يعني انا ما فهمت حجي، مين هذا وشو بدك منه؟ والله هيك شلون بدي اوصف لك يا ما بعرف يا سهورتي، يعني فينك تقولي رجال اجدف، عقلاته بخضه، مريض بالوهم، اهبل، هيك شيء يعني. اذا اهبل ومريض بالوهم خذوه على شيء مصحه، انا شو علاقتي؟ علاقتك انه هذا البني ادم بده يخرب بيتي. طيب وانا كيف فيني ساعدك؟ يا عيني عليكي، راح اقول لك كيف. هذا يا ستي اعملي جهدك تدحوشي فيه، عرفي لي منه بشو عم بفكر، شو عم بيساوي،
شو بده يعمل بالضبط؟ حجي بصراحة هالشغلة صعبة علي كتير، يعني أنا بحياتي ما عملت هيك شيء. سهورتي بزعل منك ها؟ هاي شغلة سهلة عليك كتير كتير، تسلاي أنا بعرف ما في شيء بالدنيا بيصعب عليك. اعتبري علاقات عامة، علاقات خاصة إذا بدك. طيب تكرم عينك، قلي مين هذا الرجال وكيف بقدر أوصل له؟ سهل كتير، عن طريق أخوك طارق. شو؟ أخي أنا طارق؟ وأخي شو بيعرفوا بهذا الزلمة ومن وين لوين؟ نور عيوني، أخوك طارق بيحب بنته لكمال، اسمها يارا، ويارا عايشة عندي بالبيت. ليش؟ باعتبار أمها بتكون مرتي الثانية. يعني هذا الرجال اللي عم تحكي عنه كان متزوج؟ نعم، هذا الرجال بيكون زوج مرتي السابق. هلا فهمت. يا مدام أنا ما بدي ضايقك أبدا، هو كم سؤال عم تضايقني وكتير، وإذا ما بدك تزوق على دمك رح أجيب لك الشرطة يشحطوك من هون، عم تفهم؟ وتليفوني بتنسى نهائيا لأنك زودت كتير. لا حبيبتي ما بقدر، قاعد مع رفقاتي بالمعهد. انا طب دقيقة الك مصلحه تغدى مع سهر؟ طب اسمعي اوكي منيجي صيغه جمع جاي انا ويارا، يلا ربع ساعه بكون عندك. أهلين أحمد، كيفك؟ الحمد لله. والله أنا اتصل فيك لسببين، الأول إنه المدام أمل عزمتك على الغداء. والله يا ريت، ما بقدر لأنه هلا اتصلوا فيه بدنياني ضروري. أها هيك أنت جاوبتني على الاثنين. خالو مو معك مو؟ لا مو معي. ليش؟ شو خطه مسكر يعني؟ لا مو مسكر بس ما عم يرد. ما بعرف، كنت أنا وياه بعدين اتصلوا فيه من الشغل قال بدنياني ضروري وقلت له تعال معي ما رضي. طيب عمو ما راح اطلق، بركي هلا شوي تانية بيجي. معلش احمد طولوا بالكم عليه، لسه ما تعود على الجو العام، بجوز مو منتبه على التليفون. طيب ممنونك. احمد بركي لك عم شوفكم المساء. ان شاء الله، مع السلامة. احمد احمد. ايه. تشكر لي ماما كثير على عزيمة الغداء. طيب عمو باي. باي. شو قال لك؟ أول شيء بجوز ما يقدر يجي على الغداء، ثاني شيء خاله مو معه. وين بده يكون راح؟ معقول يكون مع يارا؟ ايه احكي معه وعزمها على الغداء بطريقك. حاضر. الو اهلين ابن عمتي. والله عم تغدى انا ورفقاتي. بابا؟ لا مانو معي. ليش هو قال لك انه معي؟ شغلت لي بالي احمد. طيب حاولت تتصل فيه؟ طيب روح لقلك انا رح احاول حاكي وبرجع بخبرك. باي. خير حبيبتي؟ شوفي ان شاء الله ما في شيء. بابا طلع من البيت وما عم يرد على حدا. اسفه عم اقضيها تليفونات. لا شو هالحكي، دقي له طمنينا. الو
كيفك بابا؟ ليش هيك صوتك؟ شغلت لي بالي عليك. ليش ما عم ترد على أحمد؟ أنا عم اتغدى مع رفقاتي. طيب ماشي، بخلص وبمرق لعندك قبل ما أروح البيت. أوكي يلا باي باي. إن شاء الله ما في شيء؟ لا الحمد لله ما في شيء. صار جنب البيت بس ما كان عم يرد على تليفونات حدا. ورد عليكي؟ شو هالدلالات كله يا يارا؟ والله شكل هاليارا كتير مدللة عند أبوها. ما شاء الله، الله يخليكم لبعض. بابا ما في منه، الله يخلي لي إياه. بتعرفي ما بعتقد إنه في حدا بالدنيا ممكن يعرفه على حقيقته وما يحسدني عليه. بابا حدا بيجنن. أي والله يا سهر، عمه كمان ما في منه، القعدة معه رواق وبتجنن. الله يخلي لك إياه ويخليكم لبعض. بابا أحلى هدية هدتني إياها الدنيا على كبر. كنت زعلانة على السنين اللي ما قضيتها معه، بس لما لقيته يعني شلون بدي أقول لك، شعور كتير حلو، حسيت حالي خلقت من جديد. هو كان مسافر؟ لا سهر، عمو كمال. بابا كان محبوس، انحبس 20 سنة ظلم. وعرف مين اللي ظلمه؟ هلأ هو عم يدور على الحقيقة، مع أنه القضية كتير قديمة وكل الأبواب عم تتسكر بوشه، بس بابا ما بيستسلم، عنده إرادة كتير قوية. سهر؟ ايه؟ شو بكي؟ ما في شيء أبداً، بس محتارة بدي أحسده عليها ولا أحسده هي علي. نيالهم الله يخلي لك إياه. الله يسلمك، قولي أنا نيالي عليك. لك أنا قدام بيت سوحة ضربت عيني هيك لقيته واقفنا على السيارة، بس ما لحقته، رجعته وما لحقته. منيح لي ما لحقته، لأنه لو ماسكه على تعصيبتك كنت روحته. يا روحني، ما شفتوش هون لسه. بس يا خالو هيك في شيء كتير خطير، أنا رأيي لازم نبلغ الشرطة. لا 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 لا، أنا اللي محيرني إنه عم بيظهر فجأة ويختفي فجأة، لك حتى الصبح أحمد انتبه إنه ما في حدا عم بيراقبنا. مظبوط، منشان هيك أنا مصر إنه نبلغ الشرطة. لا يا أحمد، ما بدنا نبلغ حدا، الله يخليك. أنا لازم ألقطه لهالكلب وأشحطه شحط لعند رؤوف. طيب أنا عندي وجهة نظر تانية. دائما أنت مورجيه لرؤوف إنك أنت معادي، ورجيه العكس، هيك لمجرد السؤال بس عم بسأله. كيف يعني؟ يعني ليش ما تورجيه إنك أنت قررت تفتح صفحة جديدة؟ ورجيه حسن النية يا أخي. وإذا ورجيته حسن النية؟ فكرك ببطل يراقبني؟ مستحيل، انا بعرفه لرؤوف. المشكله انه رأي احترقت، بس الاهم من هيك اني اكتشفت انه الشخص الوحيد اللي عنده كل اجابات اسئلتي هو رؤوف، ولازم اجبره انه يحكي. خالو انا رح لاقي طريقه تجبر رؤوف يجاوبك على كل اسئلتك. مثل شو؟ اسراره اللي عنا بالمكتب. لا احمد لا، الله يرضى عليك، انت بعيد عن المواجهه، لانه هذا الشيء رح يبعدك عن ريام اكثر. اكثر من هيك؟ اوعك، انت ما لازم تستسلم، انت لازم تدافع عن الشيء اللي بدك اياه للاخر. دائما عم تثبتي لي انك قد ودود. ما قلتي لي اجت سيره ابوها شيء؟ ليش هي بتترك سيرته؟ يصار حطنا فيه، شايفته مو مصدقه. يا لطيف قديش هو معقد، وقديش بحب يشوف كل اللي حواليه عم ينظروا له نظره غير شكل. ما هذا المهم، المهم وصلتي للي بدك اياه. والله العظيم ما بعرف كيف طاوعتك بهالقصة ودخلت أخي فيها، مجنونة أنا. ليكي سهورة بحكيكي بعدين، جاي واحد يركب معي، خليكي ماشي بالموضوع بنفس الطريقة، أوكي؟ باي 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 باي. الله حيو معلين. أحكي بسرعة، في ناس ناطريني. والله يا حجي، المرأة قلعته وكانت معصبة وسكرت الباب بخلقته. ممتاز، معنا مشان شو بدك يعني؟ والله يا ضيعيني، هذا شافني من بعيد وحسيته انه عم بيقرب مني. معناها لازم تختفي، ما لازم تبين بنوب. ايه شو عليه، بطلع الضيعة بعد لي كم يوم وانا عرني معلم، عرني مباشرة بنزرع زرع عندك. شبك شوفي. والله يا معلم الي كم يوم عم بحلم بهذا سعده. عم تحلم بيساعده. ماشي سيك، مشان ما تحلم فيه بنوب. الله لا يحرمنا منك يا كبير، ان شاء الله بتكمش التراب بيقلب ذهب بين ايديك. معلم انا بس تكون الجيبه عمراني ما بحلم بنوب، بس لما تفضى الجيبه سبحان الله ما بعرف شو بيصير لي، علي الحلال بصير بكوبس كوبسي. بتجسر أمرك معلم، الله يخلي لنا إياك ويديمك. يسر أمرك معلم.
لك ما عم اتنصل، ما عم اتنصل وما عم اتهرب، بس بدي وقت للاقي حل. ليش؟ اي مدام ما في غير هالحل. انه نتجوز؟ ليش انت شايف انه في حل تاني غيره؟ شهد؟ بوس ايدك تفهمي علي بقى. لك شو لسه بدي افهم؟ انا غلطت، غلطت ما بنكر، بس مو معقول اني اتحاسب كل عمري تمن هالغلطة. ليك طارق، انت بتعرف منيح من بيكون بابا، وبتعرف كيف عقلية اهلي، يعني بدي اياك تفكر منيح وترد لي خبر، لانه اذا ما قررت توقف معي فانا بصراحة مضطرة اخبر اهلي. تهديد؟ لا مو تهديد، انا عم اطلب منك طلب، طلب عم اطلب منك انك توقف معي، وبالتالي يعني انت بتكون عم توقف مع حالك كمان. طيب تركيني هلا، تركيني راح يطق عقلي. شهد حبيبي والله ما بدك لهالقد، يعني من البدايه انت كنت بتحبني، انسى هاي الفتره اللي انت تعرفت فيها على غيري وتقلب مخك يعني، وخلينا نعمل كل شيء كنا متفقين عليه وبدنا نساويه مع بعض. طيب شهد ممكن تتركيني هلا؟ لانه اذا بدك تضلي توزي فوق راسي يمكن ما لحق نفس اللي بدك اياه. طيب بس بتمنى انك تحسم امرك بسرعه. تشاو. يعني والله عم تشغل لنا بالنا. نشف لي دمي الله وكيلك. الله يطعمه ويعيده. لوين مسافره بابا؟ طالعه من الصبح بكير وتعبانه كثير، خليني اروح ريحي. الله معك. باي. جاي معك. باي. سلمولي على عمي ايه؟ يلا باي. الله يعمو. الله معك. قولي لي شو صار؟ أحمد أنا برأيي إنك تنساها لليوم، يعني هي ما بتستاهل إنك تسأل عنها كل هالقد. يا يارا أنا كل اللي بدي إياه إني أشوفها مرة واحدة ولو أخيرة. علاقتي فيها منزوعة، ريهام مستشر سي، لك قلب حمارة بهالكميون. شو اللي صار؟ ما عم بقدر أتواصل معها، مسج ما عم بقدر أبعث لها. ما عمل لك قلب حمارة. خلص كرمالك أنت مو كرمالها، رح أعمل هاي الطريقة. إن شاء الله إيه. وأنت؟ لكن منيح اللي فضيت هالمكتب لحتى نتحاسب. صرفته لأحمد على بكير، توقعتك تجي قبل هلا. الود ودي تصرفه على طول، بالناقص من هيك شكيلات. بسم الله. شرف صديق. يسلم وديات، يسلم وديات يا شو وقت حيجي؟ هل هذا نصيبي؟ تخرجهم بالهنا. بس نحن مو هيك متفقين، نحن متفقين النص بالنص. أنا هذا يلي عملته، قسمت النص بالنص، بس حسبت حسابي بسكرة زيادة، وسكرة صغيرة هالقد. مثل ما بتعرف أنا قمت بالعملية كلها، والبنت على مسؤوليتي بعتها لأوروبا لحتى تجيب البضاعة. هلا حجي روحت البنت على أوروبا بدها كل الملايين؟ بس عدم مؤاخذة يعني أنت مو قايم سكرة. انت قايم معمل سكاكي. عدنا لا تكون طماع، منيح هيك، لا تنسى انه المصاري مصارية انا. لا مالي نسيان، ما عم بطمع عليك، مثل ما قمت سكرة صغيرة إلك كمان قمني سكرة إلي. بعدين تعرف انه شغلتنا اصعب بكتير من روحة بنت على اوروبا تتمشور هنيك وترجع حاطط لي طوق كم سوارة. اخي انا هذا اللي عندي، هلا بدك يانا نختلف مشان الشغلة الصغيرة هي؟ عدنا لا اكيد ما رح نختلف يا حشي، بس يا ريت المره الجايه تترك جيبه الاراضي اليوم، انا بامن من شي هون. وانا موافق ما عندي مانع، بس على طريقتي انا، فهمان شلون؟ يعني اذا مسكت البضاعه بينكسر ظهري. فهمك كفايه. قوم الله يرضى عليك، قوم قوم ناول لي دفتر الحسابات لنشوف لوين وصلنا. لك تضرب ما اغلظك، يعني لو ما قصت رفيقك ما كنت تذكرتني ولا كنت شفتك. هلا يمينا من المزح، خلينا نعرف نحكي كلمتين. خير شو القصة؟ رفيقي يزن حكي لك عنه قبل. شو؟ حب وحدة كثير، حس انه هو مستحيل يحب غيره، كان صادق معه بمشاعره، بس هي كانت مو منيحة. المهم مالك بالطويلة، عقله على عقله ما طبقه، قام تركه بهالبساطة؟ يعني هن هيك كانوا دايما يتركوا ويرجعوا.
يعني هنن ما تركوا، هنن تناقروا أو حردوا. أوكي سميه مثل ما بدك. المهم بآخر مرة تركوا طولت القصة. بهالفترة هو تعرف على واحدة تانية، حب عن جد من كل قلبه، حس معها قد ايه الحياة حلوة، وحس قد ايه هي كتير مهمة بحياته. مو الأولانية؟ حس انه هو ما كان بيحبها، يمكن كانت هي معبي الفراغ العاطفي اللي عنده أو متعود عليها مو أكتر. أوكي. بنت حنان مثل القمر، مو بس حلوة نغشة كمان، سبحان الذي خلقها. عم تسمعني أخي؟ عم بسمعك. بس عم فكر شلون الدنيا صارت. يعني تصوري أقرب أخت إلي كانت هي رضوى، وماني قادر أشوفها هي أولادها، ولاني قادر أحكي معها. يلا أخي الحمد لله، المهم هن صحتهم منيحة وما فيهم شيء. يلا إن شاء الله مع الوقت بتشوفهم، بس أنت اتركها لي. لا ما رح أتركها. شو يعني؟ مسكي التليفون واتصلي فيها بدي أحكي معها. أخي بلالك هالهزة البدن. أرجوك مسكي التليفون واحكي معها. مساء الخير حجي. مساء الخير رضوى. أهلين. أهلين أخي. معقول هيك يا رضوى؟ يعني لا أنت بتحكي معي ولا أنا بحكي معك، نحن على الأقل شربانين نفس الحليب. بعين الله يا أخي، بعين الله. بعدين عندك صبية وشاب بيطيروا العقل، معقول كمان ما شوفه؟ الحق معك يا أخي، الله يهدي البال أحسن شيء. آمين يا رب. بس نحن اللي منهدي البال يا رضوى. شو رأيك أنا وأمل نجي لعندك؟ لا الله يخليك، لا قصدي يعني الوقت متأخر. خلص أنا بجيب الأولاد وبيجي لعندكم بكرة إن شاء الله. أهلا وسهلا يا رضوى، هذا البيت بيتكم. وينك؟ ليش أبو سامر ما بيجي معكم؟ إن شاء الله أخي إن شاء الله، الله يقدم اللي فيه الخير. لك أختي صفحة وطبيناها خلاص، خلينا نرجع عائلة من أول وجديد. المهم أنت بخير، الحمد لله على سلامتك أخي. أنا كتير مبسطت بهالمكالمة. طيب حبيبتي عم نستناكي. ايه الاولاد لازم تجيبيهم الله يخليكي، لانه اذا صفت مره وشفتهم بالطريق وما عرفتهم والله بطلع بالخجله. طيب كمل. بعد اللي حكيت لك اياه مع مين مفروض يضل؟ الاولانيه ما ذنبها والثانيه ما ذنبها. هلا هو المفروض يضل مع اللي متاكد انه بيحبها وبتحبه. ممتاز، هو هيك سهوا. بس في مشكله ثانيه. قولي. هي هو غلط مع الأولانية، نام معه. هلأ إذا نام معه لأنه بيحبها فالمفروض ومن الأساس ما يتعرف على حدا غيره. لا، هو نام معه بعد ما تعرف على الثانية. لا هذا حمار. يعني أنا هلأ شو قله؟ قله أنت حمار؟ ليك طارق، يلي بيحب بنت ما بينام مع غيرها معناتها هو من الأساس ما كان بيحبها. بيحبها والله بيحبها. معناتها غريزته بهذيك اللحظة غلبت على مشاعره. طيب أنا هلأ شو أقول له؟ ما بعرف شو بدي أقول لك، بس اللي بعرفه إنه هو ما لازم يتخلى عنا، يعني هو السبب اللي صار. طيب والثانية اللي هي بانية كل حياتها وآمالها عليه؟ هلأ بدك الصراحة؟ إذا الثانية بتحبه فيحكي له، هي أكيد رح توقف معه، يعني احتمال يلاقوا حل سوا. خلص رح أقوله يقول لرفيقته. أنا رح أروح. مساء الخير. أهلين حش.
راح اعمل لك العشاء. ما في داعي، مالي جوع. طيب شبك؟ مالك على بعضك؟ ما في شيء. شوفي اتصل اخي كمال. شو بده؟ شو بده يعني؟ اخ عم بيتصل باخته، شو بيكون بده؟ قال مشتاق لي بده يشوفني. انا وعدته روح زوره انا والولاد، وقال لي كمان يا ريتك تروح معنا وتتصالحوا وتنسوا يلي مضى ونرجع عيلة من اول وجديد. اسمعي رضوى، هذا الرجال من يوم ما فات على السجن طلع من حياتي، وماني مستعد ابدا اسمع سيرته. كمال بيضل اخي يا حجي، والضفر ما بيطلع من اللحم. شايفك مغيري رايك. ضميري عم بيأنبني، حاسه حالي حرام ما اشوفه. بعدين يا حجي هو اللي اتصل فيني، هو طلع احسن مني. هذا خريج حبوس وما بيناسبني اخذ واعطي مع واحد خريج حبوس. طيب اعتبره غلط، انحكم وانحبس ودفع ثمن غلطته. كنت ارتك براسه وما بيناسبني تعاطى مع هيك بني ادم. اسمعي، انا ما بسمح لك تروحي لعنده ولا تشوفيه ولا تحكي معه، فهمانه؟ هاي سيره سكريه ما بتسمع فيه بنوب. الله يسامحك، الله يسامحك، شو عم تظلمني؟ انت ليش ما عم تستوعبيني؟ باي لغه لازم اشرح لك لحتى تفهمي؟ بدي افهم ليش؟ لاني مو مستعده اكمل حياتي بعذاب، خلص لحد هون وبس. اساسا هي كلها علاقه اولاد وما لها واعيه. ما لها واعيه؟ يعني حضرتك هلا وعيتي؟ انا هلا وعيت وفهمت كل شيء. وشو اللي فهمتيه بالله؟ فهميني معك. كنت حبه وبطلت، لا نحن اول اثنين ولا اخر اثنين اللي بيتركوا. بطلتي هيك بدون ولا سبب واحد؟ ليش انا وقت حبيته كان في سبب؟ والله ما بعرف. ما بتعرفي معناتها اسمعيني منيح مشان تصيري بتعرفي. انا وقت حبيته لاحمد حبيته بسببك انت. واحد في عداوه بيني وبين اهله، ليش لحتى حبه؟ ما عاد في غيره بالدنيا؟ شو قصدك؟ بظن ما عاد في شرح اكثر من هيك. امبارح اتهمتي ابي انه عم بيراقب ابوكي، واتهمتيه كمان انه هو حبس ابوكي. معناتها كمان احمد عم بفكر بنفس هي الطريقه. فشو هالعلاقه المبنيه على الكذب والغش؟ واحد ما بيحترم ابي وعيلتي انا ما فيني ارتبط فيه. ويا ريت لبقى تفتحي السيره مره ثانيه، لان الموضوع اكيد كثير اكبر من حجمه. يا رب خلصت فيها، تعالوا وسط. مثل ما بدكم. شايفه اختك كيف عم تعاملني؟ روق احمد، يعني انا فهمت كل شيء. واخيرا شو؟ قال انت من الاول ما بتحبه لابوه، وطلعت بابا بينت لك كل شيء للفهمانه. يا ريتني ما عرفتها، يعني يا ريتني ما حبيتها بحياتي. يلا ستي، الواحد بيتعلم من كيسه مو؟ روق ولو. الو، مرحبا عمو، انا رهف. عمو كرمال الله قلعوني من المدرسه، كرمال الله. طولي بالك شوي شوي، خليني افهم عليكي. شو حكيت؟ عيدين لشوف؟ عمو قلعوني من المدرسه وقال ما بيرجعوني حتى اجيب ولي امري. ايه بسيطه، وين المشكله يا بابا؟ خلص جيبي لهم ولي امري. احكي مع اختك سهر، خليها تروح معي. لا قولي بتقتلني. عمو كمشوا معي الموبايل. وينك انت هلا؟ من كشك هون جنب المدرسه. يلا ماشي، انا رح رتب الامور وزبط كل شيء واجي لعندك. لا تتحرك من مطرحك كرمال الله يا عمو. خلص ولا يهمك. وين مدرستك؟ يسلموا يا نمول. دياتك يسلموا. يا
أهلين أختي. ليكي إذا كمال قاعد قدامك لا تدري شو عم نحكي. خير شوفي الحجي ما خلاني أجي لعندكم. شو؟ إيه والله مثل ما عم بقلك، وأنا يا أختي والله مو طالعة بإيدي شي. طيب لا تاكلي هم. مشان الله أختي حلي الموضوع من عندك. إيه وأنا إن شاء الله بهالكم يوم بعرف شو أحكي مع الحجي. هلأ معصب. إيه والله أنا كتير مشتاقة لأخي كمال، وما بدي إياه يزعل مني أكتر ما له زعلان. خلص خلص أنا بدبر الموضوع. قلبي انكسر لما سمعت صوت أخوكي كمال. ماشي ماشي يلا بنحكي بعدين. الله معك، مع السلامة. الله معك تقبريني. الله معك. شو أمولة؟ شو بها رضوى؟ أخي لا تزعل، بس رضوى ما رح تقدر تجي اليوم، يمكن تجي بعد كم يوم. رؤوف ما خلاها تجي ما هيك؟ يعني مو هيك بس والله ما بعرف شو بدي اقلك. هلا انت كان في شيء بينك وبين رؤوف زمان يعني ما بنعرفه؟ ابدا ما في شيء بيني وبينه غير انه واحد نواقصي ولي البيئة. اشرب اخي. شو قصة هالسعلي؟ حتى بالليل عم بسمعك عم تسعل، مو لازم تشوف دكتور؟ لا شو عم تاخد ورجيني؟ صار بدها تسخين القهوة. تكرم عيني. يارا أنا حبيتك من قلبي. بتعرفي وقت تعرفت عليكي حسيت حالي هلأ بلشت أعيش. بس المهم النهاية يا طارق. شو النهاية؟ عم لك حبيتك، عم عرفك على أختي ورح أطلبك. لك صحيح أختك شو حكيت عني؟ حبيتك كتير. وأنا حبيتك كتير. ريهام؟ ريهام؟ شو بدك؟ بدي نقعد نحكي مع بعض شوي. ريهام شوفت ما بصير نتعامل بهالطريقة، نحن أخوات. خلينا نفوت نقعد بالكافيتيريا ونحكي. مالي حق من هيك؟ ليش؟ شو اللي زعجك؟ المفروض أنا اللي يكون مزعوجة ما؟ ما شفتي حالك كيف درتي وشك عني بمنتهى القرف والوقاحة؟ كرمال تنهي الحديث اللي كنت عم بحكيه من شانك. قلتي لي مشان ومشاني كمان بتطنشيني وبتروحي بتركبي معه ولا كأنه في شي؟ يمكن مالك عارفانة انه هو قصده يجاكرني. انت هيك عم تطلعي اختك صغيرة، فهمتي؟ ريهام القصة مو هيك، واحمد اكيد ما كان قصده يجاكرك. كل القصة انه كان بده يعني بموضوع ضروري. ريهام نحن اخوات ومرينا بظروف اصعب من هيك بكتير، لازم نكون اقرب لبعض. مو انا اخترت انه نبعد عن بعض اساسا. انا ما عم بفهم انت كيف بتعطي الحق لحالك انك تعاقبيني لمجرد اني بحب بابا وبدي دافع عنه. اذا كنت عم ناقشك لاني شايفتك غلطانة بكون عم عاقبك. لك ريهام نحن اخوات وربينا سوا، شو بك؟ ليش هيك تغيرتي؟ شو صاير لك؟ مو انا اللي تغيرت، انت اللي تغيرتي. صاروا هدينك وابوك هنن كل شيء بحياتك، عم تفضلي الغريب اللي ما صار لك بتعرفيه يومين علينا. بس هذا مانو غريب، هذا ابي. I'm not afraid.